السلام عليكم حضراتكم. الرجل اللي قدامكم ده صعيدي، والواقعة دي كان بيدافع عن نفسه من حوالي 4-5 أشخاص، وأغلبهم ماسكين أسلحة بيضاء. لكن أنا هركز على الجزء ده بس، وهثبت لكم اللي احنا بنقوله بفضل الله حقيقي وواقعي، مش وهمي وخلاص. طيب هنا دلوقتي احنا شايفين ايه؟ الرجل الصعيدي قدامه بلطجي ماسك عصا، وقلنا حضراتكم او شوم تمام، وعايز ينزل بيها على دماغ الراجل. وقلنا حضراتكم في موقف زي ده ان البلطجي لما يمسك العصا عشان يضربك يعني لازم يرجع ايده ورا. اللي ماسك لك الشوم او العصا علشان يضربك ومحتاج يعمل ايه؟ محتاج يرجع ورا. ايوه يرجع علشان يضربك. مفيش حد في الدنيا يكون ماسك العصا مثلا ويضربك كده تمام. يبقى انت فهمت انه لازم يرجع ايده ورا علشان يديك قوه دفع يعني يضربك. بعدين قلنا انت علشان تدافع عن نفسك من موقف زي ده اكتر من طريقه، منها انك تبعد لورا. بصوا معايا اهو، ضربه بعد لورا ما جاتش فيه. نشوف الفيديو اهو، شفته خلاص رجع ايده ورا. اول ما هيضرب هترجع ورا، اضرب جامد رجعت ورا بالشكل ده. ايوه زي ما شرحنا بالظبط. الطريقه الثانيه قلنا انك انت ممكن تهجم عليه قبل ما يضربك. بصوا معايا هنا اهو، ايوه دخل عليه وقرب منه طبعا وسحب العصا. لكن هنا الراجل علشان يعني عنده قوه اكتر من فهم التقنيه، هو بس حركه ايده هي اللي كانت غلط، كانت متنيه شويه تمام. لكن لو كان فرد ايده، لو كان فرد ايده او دخل بايده الاثنين مفروده طبعا كانت هتكون افضل. ولكن برضه هو هنا طبق اللي احنا بنقوله بالظبط. انا مش قصدي هو شافني حضرتك، انا قصدي اقول لك ان التقنيات اللي احنا بنشرحها بنكون دارسين ده ومحللين ده وبنطبق مره واثنين وثلاثه، بنحاول نختار التقنيات اللي بتكون فيها اقل ضرر ممكن تمام. لعل وعسى ربنا يجعله علما نافعا. فاي حد شايفنا غلط على شيء تعالى يا حبيب قلبي تعالى واجهنا، مش بقولك تعالى اتخانق معانا، وضح لنا ده يمكن عندنا اخطاء ونتعلم منك. طبعا الواقعه دي يا جماعه صعبه جدا جدا، عاوزين تشوفوها بالكامل انزلوا على تليجرام عندي في الرابط هتلاقوا كل ده بالكامل. السلام عليكم. وانت قريب منه اوعى تجري، اوف خطر جدا. انا ممكن اجري فين؟ لو انا مثلا بعيد ها اجري ورايا، ممكن الف ورا الحائط ورا اي شيء. اسوأ شيء تعمله في حياتك يلا اضرب الحركه دي، اوف هكسر كسر خلاص عظمتك. اوعى تعمل الحركه ورا، اول ما هيضرب هترجع ورا، اضرب جامد رجعت ورا بالشكل ده. ايوه هنا اللي حصل ايه؟ ان السلاح نزل تحت، هنا هو هيضطر يضرب تاني. يلا انا بقى هنا هاجمت عليه، هاجمت دخلت عليه ما ادتلوش فرصه. ليه؟ لان هو لما ضرب حضرتك هيضطر يرجع ورا تاني، هنا بقى انا رحت دخلت بقى عليه ازاي؟ ايدي الاثنين مش مفتوحين لا مفرودين، اضرب يلا، ورحت معاه مسكت بقى العصا. طب نحاول ناخدها بسرعه، والله العظيم اضرب بجد مش بهزر، عم اقول لك اضرب اضرب ها يلا اضرب اضرب. ايوه هنا كمل اهو، دخلت عليه دخلت عليه، ايدي بقى جت هنا جت هنا، مجرد ما دخلت عليه بقى لفيت كده بقوه، وانا هنا وانا هنا اهو قدامي بقى ايه؟ مناطق الضعف، الانف اهو، واحد اهو اثنين اهو ثلاثه، واسحب ايه؟